أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب في محافظة عدن عقب هجمات دامية نفذها تنظيم داعش الإرهابي الأسبوع الماضي. بهدف الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية التي استغلت فترة الحرب طوال الأشهر الماضية وبعد الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة الشرعية اليمنية في محافظة عدن، تم تشكيل لواء للقوات الخاصة لتأمين المحافظات الجنوبية المحررة، وذلك بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد رب منصور هادي. نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أكد أن الهجمات الإرهابية التي طالت مقر الحكومة في عدن لن تثني حكومته على مواصلة عملها، وقال بحاح إن عدن رفضت التطرف الحوثي وسترفض أي تطرف آخر. يأتي هذا فيما تبادلت فيه القوات المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن عددا من المحتجزين في منطقة حدودية بين محافظتي لحج والبيضاء، وأطلقت قوات المقاومة سراح 16 شخصا من الحوثيين وحلفائهم في مقابل الإفراج عن 33 من مقاتلي المقاومة، وتزامن ذلك مع مقتل 17 مسلحا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي استهدفت مواقعهم بمديرية الوازعية الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن. وقال مصدر عسكري إن القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي أسرت 10 مسلحين حوثيين وأن عشرات المسلحين الحوثيين فروا من مواقعهم تحت ضربات عنيفة لمدفعية ومقاتلات التحالف. وتتقدم القوات المشتركة الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي للسيطرة على منطقة الوازعية والمخا، وهي المنافذ البحرية لمدينة تعز من أجل فك حصار يفرضه الحوثيون منذ أشهر عليها.